فكان خير داعم للشعب اللبناني المنتفض لكرامته في العام 2005، كما كان دافعا رئيسيا نحو إقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ووقف إلى جانب لبنان في معاناته بعد عدوان تموز، فدعم لبنان واللبنانيين من دون تمييز طائفي أو مذهبي، ولم يبخل بأي مساعدة سواء مباشرة أو عبر دعم وتمويل مجموعة كبيرة من مشاريع البنى التحتية والإنمائية من خلال البنك الإسلامي. لا يمكن نسيان مبادرته بتقديم الودائع المالية الكبيرة حفاظا على استقرار الليرة اللبنانية، وصولا إلى مكرمته الأخيرة بتقديم هبة بلغت قيمتها 4 مليارات دولار دعما للجيش اللبناني. أتمنى لجلالة العاهل السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز أن يكون خير خلف لخير سلف في متابعة مسيرة قيادة المملكة بدورها الرائد في المنطقة والعالم. رحم الله جلالة الملك عبد الله وأسكنه فسيح جناته.